حتى يتبين لهم أنه الحق. وأن يعني أن يعني أن أن يلهمنا الصواب، نحن لا نريد إلا الوصول للحقيقة. أنا الآن قبل أن أختم سأرى إن كان هناك بعض الأسئلة، سأعرض بعض التعليقات وأبحث عن بينها عن أسئلة، سأحاول عرض هذه التعليقات أحبتي في الله. توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، نعم. أين هم المخلوقات؟ لا أدري يعني عما يتحدث. طبعا أنا وضعت تعليق، من يعني وضعت تعليق في بداية الحلقة أن من لديه سؤال يمكن أن يضعه في التعليقات سواء على اليوتيوب أو فيسبوك. هنا سؤال، فيني أسألك سؤال. أبي بيقول لي أعمل كثير أشياء سيئة، هل أعصي أو أعصي الله وأسمع لأن ما مرضات الله كذا. شوف أخي الحبيب، إياك أن تغضب والديك. هذا الأب حتى لو أمرك بمعصية، حاول قدر المستطاع أن تبرر له إنه يا أبتي مثلا هذا لا يجوز، هذا كذا هذا كذا، ولكن لا تغضب أباك. قد يكون أسلوبك الجميل مع الوالد، أسلوبك اللطيف الرحيم، قد يكون سببا في هدايته. خذ مثال من قصة سيدنا إبراهيم، بما أننا نتحدث الآن، ماذا قال سيدنا إبراهيم في سورة مريم أيها الأحبة؟ كلمة أهجرني وردت مرة واحدة على لسان من؟ والله أنا أفكر أن يعني أن يكون هناك مسابقة حقيقة يعني لندرب عقولنا. هناك أكثر من 5000 كلمة لم تذكر إلا مرة واحدة في القرآن على فكرة أيها الأحبة، وهو أكثر كتاب فريد من نوعه. القرآن فيه نظام فريد من نوعه، يعني كلمة أهجرني مرة واحدة، نرى أمامنا البرنامج، ووردت هذه الكلمة على لسان أبي إبراهيم. سنعرض النص من أوله أيها الأحبة، انظروا هنا في سورة مريم ماذا قال؟ يا أبتي، انظر أولا يا أبتي. أنا لست مع بعض الفقهاء الذين يقول لك صحيح لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن أنا لدي آية في القرآن، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. صحيح لا تطيع، ولكن لا تغضبه، لا تحزنه، لأن الأب هذا يعني رضا الوالدين بعد رضا الله مباشرة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. خذ سيرة سيدنا إبراهيم، قال يا أبتي، لم يعنف أباه مع أنه كان كافر ويعبد الأصنام ويسجد للأصنام، قال له يا أبتي. شوف هالخطاب الرقيق، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. 3 مرات يا أبتي، 3 آيات متتالية. لماذا؟ يريد أن يقول لك القرآن كما أن سيدنا إبراهيم خاطب أباه بهذا الأسلوب الرحيم، ينبغي علينا أن نخاطب آباءنا بأسلوب رحيم. واخفض لهما
جناح الذل من الرحمة، يعني الآية في سورة الإسراء عندما قال سبحانه وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هل قال إن أباك هذا مؤمن أو غير مؤمن؟ حتى لو لم يكن مسلما يجب أن تبره، لأن برك لأبيك قد يكون أكبر سبب في إسلامه، في رجوعه للحق، إلى الحق. لأن الأب حقيقة عندما يرى هذه المعاملة من ابنه ويرى أن مصدر هذه المعاملة هو القرآن وهي تعاليم الإسلام، يعود. أكبر واعظ للأب هو الابن على فكرة أيها الأحبة. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. انظروا، يريد أن يرجمه بالحجارة، والرجم قد يصل لحد الموت على فكرة، يعني كلمة لأرجمنك كأنه يقول لأقتلنك، الرجم في يمكن أن ينتهي بالموت. على الرغم من ذلك ماذا قال سيدنا إبراهيم؟ أنا لا أتصور أن أب يطلب منك أن تشرك بالله وتسجد للأصنام، قد يطلب منك أن تحضر له بعض الأشياء يعني المحرمة، خمر مثلا، ربما يشرب الخمر، قد يطلب منك يعني أمور ولكن أقل بكثير من عبادة الأصنام، وأقل بكثير من جريمة أنه سيرجمك يقتلك. يعني على الرغم من ذلك قال له، قال سلام عليك. ماذا قال سيدنا إبراهيم لأبيه؟ سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، أي أن ربي لن يخذلني، سيستجيب دعائي، سيكرمني، إنه كان بي حفيا. هذه المعاملة التي علمنا القرآن كيف نتعامل بها مع آبائنا لو كانوا كفارا يسجدون للأصنام. فإذا كان الأب يقول لا إله إلا الله فكل شيء سهل، كل شيء سهل. طبعا هذا لا يبيح لك أن تعصي الله على فكرة، يعني لا أقول اعصي الله من أجل أبيك، لا، ولكن هناك أساليب وطرق تستطيع أن يعني تظهر لأبيك أنك أنت معه وتريد أن لا تعصي أمره، ولكن تظهر له أن هناك أمر إلهي وأن المعصية ستكون عليه أكثر مما تكون عليك. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. من ثمرات عدم تعنيف الأب ومن ثمرات إكرام الأب والأم أن الله سيهب لك أولادا تقر عينك بهم. انظر، وهبه أنبياء، إسحاق نبي ويعقوب نبي وكلا جعلنا نبيا، سبحان الله. مهم أيها الأحبة، دعوني أتابع هنا بعض الأسئلة. قلنا هذه التعليقات أيها الأحبة سنسأل عنها يوم القيامة، تعليقاتنا على اليوتيوب والفيسبوك والكذا وإنستغرام وغير ذلك من هذه المواقع، هذه عندما تكتبها تكتب نسخة منها في كتابك، انتبهوا. يعني أنا هذا الموضوع منذ مدة أحب أن أنبه عليه. أرى هنا تعليقات سيئة وشتائم وبعض الناس يعني كلام فارغ وكذا، هذا الكلام ستقرأه يوم القيامة. يعني هل تحب أن تقف أمام الله يوم القيامة عندما يقول لك اقرأ كتابك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا؟ اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هل هذا الكلام الذي تكتبه هنا هل ستقف أمام الله به لتحاسب نفسك أمام الله؟
لماذا تكتب على نفسك هذا الكلام؟ يا أخي، النبي قال: والكلمة الطيبة صدقة. عندك كلمة طيبة قلها، ما عندك اصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. عندما يكون لك كلمة سيئة وامتنعت عن قولها، هذا عبادة لله، تأخذ حسنات على فكرة، تأخذ حسنات. الملحد ينكر القرآن والدين، فكيف يقوم بتطبيق تعاليم القرآن؟ نعم، والله الملحد لو طبق القرآن لفاز، يعني حتى لو لم يؤمن بالله، لو طبق تعاليم القرآن وتعاليم النبي عليه الصلاة والسلام التي تخص الحياة اليومية، لكان أكثر سعادة مما هو عليه الآن. لأن تعاليم الإسلام أيها الأحبة كلها تعاليم تضمن سعادة وراحة وطمأنينة المؤمن. طبعا هنا أيها الأحبة وضع لنا الأخ هنا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. هذا في سورة لقمان: الحلال بين والحرام بين. ولكن الملحد يريد مبرر. بالفعل بعض المفكرين الإسلاميين سبب شهرتهم ما هي؟ أنه يعطيك شيء مريح للنفس. طبعا النفس أمارة بالسوء، النفس تأمرك بالسوء. إذا جاءك شخص وأعان نفسك على هذا السوء ترتاح له، وهذا ما يحدث للأسف. طيب هنا السؤال، أنا الأستاذ أمل، أنا مقيمة بأوروبا منذ عقود، لا فرق بينهم وبين الحيوانات، أنتم ما ترونه هو فقط واجهة، تعالوا وعيشوا وتشوفوا. طبعا هذا الأمر طبيعي أيها الأحبة، القرآن وصف لنا ذلك، يعني القرآن لم يترك شيئا، قال: يتمتعون يتمتعون. هذه الكلمة أين وردت أيها الأحبة؟ مرة واحدة، كلمة يتمتعون مرة واحدة. انظروا أيها الأحبة: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون. إذن هذه الكلمة خاصة بالذين كفروا، سبحان الله. لو ذهبت إلى دول غربية وحتى في الصين وكذا، دول غير إسلامية ويكثر فيها الإلحاد والكفر، تجد أن الهم الوحيد هو المتعة. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إقامة دائمة، سبحان الله. بالفعل جزاكم الله خيرا. طبعا هنا أيها الأحبة، هذه أيضا تعليقات من الأحبة في الله. هنا الأخ الحبيب: كيف يمكن التواصل؟ تفضل، أنا معكم، يعني أنا أحببت أن أقدم من خلال هذا البرنامج أحبتي في الله، يعني حتى أنا أسعى أن يكون هناك مكالمات هاتفية أو بطريقة ما يمكن أن يكون مكالمات مصورة. واقترحت ذات مرة أن نعرض بعض المقاطع، يعني يكون السؤال على شكل مقطع فيديو ترسلونه لنا ونعرضه طبعا، ولكن نحتاج هذا الأمر يحتاج إلى فريق عمل، وأنا الحقيقة ليس لدي فريق عمل، يعني فإن شاء الله في المستقبل يمكن أن نوفر خدمات أعلى يعني للتواصل. إنما الآن لدينا التعليقات، أنا أقرأها الآن مباشرة ونحاول أن نتواصل ونجيب قدر المستطاع إن شاء الله. هل يجوز لنا الإقامة في دول الغرب؟ أنا كان هناك فيديو عن موضوع الإقامة في الغرب،
وقلنا هناك حديث خطير للنبي عليه الصلاة والسلام: ينبغي كل من يقيم في دولة غربية أو شرقية، يعني دولة غير إسلامية لا تقام فيها الصلوات، لا ترعى فيها حدود الله، لا ليس لديهم الذبح على الطريقة الإسلامية ممنوع، يعني مشاكل كثيرة. قلت هناك حديث ينبغي أن نقرأه، أن يكون معلوما بالنسبة لمن يعيش خارج دولة إسلامية، أن يقرأ هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين. الفيديو موجود على اليوتيوب، يعني ابحثوا عنه، ويمكن أن، يعني أنا قلت لكي تخرج أنت من خطورة، من الخطر الذي قد يصيبك بسبب إقامتك بين ظهراني المشركين، انوي بينك وبين الله أن إقامتك هي دعوة إلى الله. يعني أنا مثلا الآن لنفرض أنني ذهبت واضطررت للإقامة في بلد معين، أنا أنوي بيني وبين ربي أن إقامتي هنا يا رب أريد أن أدعو هؤلاء الملحدين إلى دينك الحنيف، فأعني. فقط إنما الأعمال بالنيات أحبتي في الله، هي فقط نية، يعني تنوي ذلك وتحاول أن تنشر علم نافع. لا تدري، ربما إقامتك في الغرب قد يهدي بك الله عز وجل خلقا كثيرا هناك، قد تكون أنت سببا في نقل هذا العلم. وإلا هذا العلم الذي نقوله نحن الآن، هذا ينبغي أن يصل إلى الغرب، يعني يصل إلى الناس هناك. حاول أن تترجم ولو في حياتك كلها، ترجمت مقالة أو فيديو أو مقطع أو بوست أو صورة أو آية على الأقل، أو حديث، ترجم وأوصله على الأقل لشخص يا أخي، تعتبر دعوت إلى الله، وبالتالي خرجت خارج التحذير النبوي. المقصود بحديث النبي أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين، الذي يقيم ويطمئن ويعيش بينهم ولا يراعي حدود الله، هذا المقصود به. أما إنسان مسلم يدعو إلى الله، همه الدعوة إلى الله، لا يرتكب المحرمات، يحاول قدر الإمكان أن يبتعد عن الحرام، ويعطي صورة مشرقة مشرفة للمسلمين في الخارج، سلوكك يجب أن يكون الصدق والعدل واحترام الآخرين وحوارهم. وقولوا للناس حسناً، تقيم الصلاة، تذكر الله سبحانه وتعالى، تساعد الآخرين. الإسلام لا يحرم علينا أن نساعد حتى الملحدين في الجانب الإنساني، يعني أنت عندما تريد أن تساعد إنسان فقير حتى لو كان ملحد أو بوذي أو من ديانة أخرى، يجب أن تساعده، لأن هذه حاجة أو عمل إنساني هذا. والإسلام يشجع على أعمال البر تجاه المسلم وغير المسلم، وتجاه الحيوانات حتى. والدليل على ذلك ليس من عندي، يعني الدليل على ذلك أن امرأة عندما سقت كلبا، وهي امرأة يعني زانية أو كذا، غفر الله لها بسبب أنها سقت كلبا من الماء، بلغ به العطش ما بلغ بها مثلا. فأنت عندما تساعد إنسان ملحد تعطيه صورة رائعة عن الإسلام. أنا أذكر أحد كثير من القصص أيها الأحبة، لأناس دخلوا الإسلام بسبب رؤيتهم لسلوك المسلمين. الآن أكبر دولة تقريبا على ما أعتقد إسلامية من حيث عدد السكان إندونيسيا، فيها 220 مليون مسلم. هل تعلمون ال 220 مليون مسلم كيف دخلوا الإسلام؟ ليس بالحرب وليس الجهاد وليس حتى الدعوة التي يعني التي نعرفها اليوم. هم رأوا سلوك التجار المسلمين، دخل الإسلام عن طريق التجارة، رأوا فيهم الصدق والعدل وعدم الغش، فدخلوا في الإسلام أفواجا. هذا ما نريد أن نظهره للناس أيها الأحبة. هنا
الأخت نور الهدى تقول: نريد منكم الإعجاز العلمي لسورة يوسف. والله سورة يوسف أنا بدأت بها قبل فترة، وللأسف يعني تقريبا استعرضت 30 أو 40 آية وتوقفنا، ولكن إن شاء الله نتابع. مشكلة أن الأفكار كثيرة، وأحيانا تأتي اكتشافات علمية نريد أن نظهرها في وقتها يعني، وكل يوم هناك اكتشاف، نجد هناك آية تشير لهذا الاكتشاف، فنحب أن نواكب يعني هذه التطورات. إن شاء الله نتابع، نسأل الله أن يعيننا على ذلك. هنا: هل المشركين والكفار الذين يعملون أعمال الخير سيدخلون جهنم ولا يخرجون منها؟ أيها الأحبة، الله تعالى يقول: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. انظروا أيها الأحبة، يعذب من يشاء، هذه العبارة وردت 6 مرات في القرآن، يعذب من يشاء. انظروا المرة الأولى: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لنفرض أن هناك إنسان ملحد، ولكن هذا الملحد لم يحارب الإسلام، لم تصله الدعوة بشكل صحيح، كان محبا للخير، هو يبحث عن الله، لم يوفق، ظروفه لم توفقه في إيجاد الصورة الصحيحة للإسلام، يساعد الناس، يتمنى لو أنه وجد الإله لآمن به، مثل هذا الشخص يغفر له الله إن شاء. طبعا صاحب المغفرة هو الله سبحانه وتعالى. أما أن تقول لي الله يغفر لشخص يحارب الله ليلا نهارا ويحارب الإسلام ويؤذي الناس ويقتل الناس ويظلم الناس، ثم تريد أن تضعه في الجنة؟ يعني هذه مقاييس فاسدة أيها الأحبة. هنا: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. سبحان الله، انظروا 7 كلمات: يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. 5: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. يعذب من يشاء، يغفر لمن يشاء، ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. إذن أيها الأحبة، الله عز وجل يغفر لمن يشاء، فلا يضيع مثقال ذرة. والله حتى الملحد إذا تكلم بكلمة فيها خير لا يضيعها الله له، تخفف عنه العذاب. يعني هذا إذا كان سيخلد في جهنم يخفف عنه العذاب. هنا الأخ عبد الله يقول: أنا استمعت لملحدين وجاءني شك في وجود الله. طيب، مشكلة، هذه الرسائل تتكرر كثيرا أيها الأحبة. أنا يوميا لدي رسائل على الواتس أب تقول: أنا استمعت لملحدين، نفس الصيغة تقريبا يعني، وحدث عندي شك بوجود الله نتيجة استماعي. طيب يا أخي، رجاء، أنا لا أقول لك آمن إيمانا أعمى بالله، لا، اقرأ القرآن يا أخي، اقرأ الإعجاز العلمي أولا ثم استمع للملحدين. وهو الملحد كيف يقنعك؟ أنت يعني عندما تدخل إلى متجر، تمام، ويقول لك مثلا هذا النوع من الماركة أو الموديل، هذه بضاعة عاطلة فاسدة لا تشتري منها، ويعطيك مبررات. طيب، أنا أول مرة أراها سأشك فيها، تمام، ولكن أنا عندما أعلم أن هذه الماركة جيدة عملية، استعملتها كثيرا، لا يستطيع أحد أن يشككني بها، أنا سأضحك عليه. لاحظتم الفرق أيها الأحبة؟ مشكلة الشباب لم يقرأوا القرآن، أو على الأقل لم يطلعوا على آيات الإعجاز العلمي في القرآن، وإلا يعني أنت كيف تكتسب قناعة يقينية بكلام الله؟ من خلال إعجاز هذا الكلام العظيم. طيب، أنت لم تقرأ عن الإعجاز ولم تدرك أن كلام الله فيه إعجاز،
ثم دخلت لمواقع ملحدين، من السهل أن تشك بوجود الله، هذه يعني سهلة، لأنك لم تعلم من هو الله أولا، سيشككك بوجوده، سيشككك بالقرآن. يعني مثلا أنا أدخل أحيانا إلى بعض مواقع الملحدين لأطلع على جديد الشبهات لديهم، وطبعا أجد أن الشبهات تتكرر، هي ذاتها يعني. ولكن الملحد أول شيء يقول لك عن الإسلام: الله يريد أن يعذب الناس في النار، وكأن الله يريد أن يضع المؤمنين في النار، يعني كأن الله عز وجل سبحانه وتعالى خلق البشر ليعذبهم فقط، يعني يعطيك هذه الصورة. الله يريد أن ينتقم، اسمه المنتقم. الله يبرر لنبيه أن يفعل ما يشاء، يتزوج كذا ويعمل يفعل كذا وكذا، وينزل آيات على مزاجه وكذا كذا. النبي كان يحب النساء، تزوج عائشة وهي صغيرة وتزوج النساء وكذا، وكان يحب المال، يأتيك برواية مزورة أو تاريخية كذا. القرآن مثلا يقول عن الشمس: تغرب في عين حمئة، كان يعتقد كاتب القرآن أن الشمس تسقط في نبع أو في عين ترابية حمئة أو عين ساخنة وثم تخرج. يعطيك هذه الأفكار مباشرة، يعني متتابعة بسرعة، 30-40 شبهة خلال 3 دقائق. يقحم هذه الشبهات، يكون هو مرتبها بشكل جيد ويعطيك إياها. أنا بالنسبة لي أضحك على هذا الكلام، لأنني قرأت القرآن وأعلم ماذا يوجد في القرآن، وأعلم أن سيدنا ذا القرنين عندما بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب، لم يقل تسقط، لم يقل تغطس، لم يقل تغوص، لم يقل تدخل، لم يقل تقتحم، قال تغرب، باللغة يعني تختفي. مغرب الشمس أين؟ قلنا وصل إلى جزر هاواي، أقصى نقطة يمكن أن تغرب عليها الشمس من اليابسة جزر هاواي غرب أمريكا، وأقصى نقطة في الشرق وصلها مطلع الشمس، هذا النبي الكريم سيدنا ذي القرنين. فهو وجد هذه الشمس تغرب، أي تختفي وراء هذه العين الحمئة. قلنا إن أكثر عيون ملتهبة وشكلها يشبه العين موجودة في جزر هاواي، أشكال تشبه فتحة العين تخرج منها الحمم المنصهرة، والآن موجودة، الآن موجودة أيها الأحبة، وتتدفق منها حجارة ملتهبة، حمم لافا. وقلنا إن هذه الآية دليل على إعجاز القرآن. ماذا فعل الملحد؟ جاء بمقطع من الآية وفسرها خطأ وقال لك: انظر، هذا هو الإسلام، يقتنع بالأساطير. طيب يا أخي، الشمس وردت في القرآن 33 مرة، صح؟ 33 مرة. وأنا دعوني فقط أعرض كلمة الشمس هنا لنرى كيف يعني أساليب الملحدين في خداع البشر. كلمة الشمس وردت أيها الأحبة 33 مرة، تمام؟ في 32 آية في 28 سورة. طيب لو قرأنا هذه الآيات 33، فلما رأى الشمس بازغة، ما فيها شيء، والشمس والقمر حسبانا، ما معنى والشمس والقمر حسبانا؟ يعني الشمس والقمر تسير بنظام محسوب. بالفعل اليوم العلماء يستطيعون وضع جداول، وهناك جداول عرضناها من وكالة ناسا، عرضناها قبل فترة، تستطيع أن تعلم الكسوف بعد 100 سنة بالثانية متى سيحدث وأين، والمنطقة التي سيكون فيها كسوف كلي، والمنطقة التي سيكون فيها كسوف جزئي. لماذا؟ لأن الله يقول لنا: والشمس والقمر حسبانا، يعني الشمس والقمر بحسبان، أي بحسابات، لهما قوانين دقيقة. لم يقل لنا الزلازل بحسبان، لذلك لا يستطيع العلماء أن يحسبوا متى سيقع الزلزال. لم يقل لنا الأعاصير بحسبان،
وبالتالي لا يستطيع العلماء أن يتنبؤوا بحدوث إعصار حتى ولو قبل ساعات لا يستطيعون. إذن القرآن هنا يتفوق على العلم الحديث أنه أشار إلى أن الشمس والقمر وحركة الشمس والقمر تخضع لحسابات أيها الإنسان تستطيع أن تكتشفها، وبالفعل يكشفها العلماء اليوم. طيب الآية الرابعة: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. لا تناقض العلم، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. هذه فيها إعجاز علمي. كيف علم محمد عليه الصلاة والسلام أن الشمس هي مصدر الضوء وأن القمر يعكس النور فقط؟ طبعا هذه 19 حرف. مهم: إذ قال يوسف لأبي، يعني وسخر الشمس والقمر، لا يوجد تناقض مع العلم أيها الأحبة، سخر لكم الشمس والقمر. ما معنى سخر الشمس باللغة العربية؟ سخر أي قدم أو كلفه عملا بلا أجر. سخرت فلان، كلفته بعمل بدون مقابل. سخر لكم الشمس أي الشمس تقدم لنا الضوء والحرارة وتقدم لنا النور، الضوء والحرارة والأشعة دون مقابل، ملايين السنوات تعمل دون مقابل. وسخر لكم الشمس، طيب سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. انظروا أيها الأحبة، لا توجد آية هنا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. وقلنا إن العين الحمئة، يعني يمكن، أنا مع أن هذا ليس موضوع اليوم، ولكن أنا إذا أحببت أن أبحث عبر الجوجل الآن، إذا كتبت كلمات مثلا لافا وهاواي مثلا ومثلا نكتب، يمكن أن نرى هنا هذه العين الحمئة. انظروا أيها الأحبة، أنا كتبت عين اللغة، سأعرض لكم موقع جوجل لتثقوا بكلامي أيها الأحبة. أنا أبحث الآن في موقع جوجل، سأعرض هذا الموقع. يعني صدقوني، عندما تبحث عن الحقيقة ستصل إليها، عندما تبحث عن الحقيقة مباشرة ستصل إليها. أنا بكل بساطة الآن فتحت موقع جوجل، أنا أفتحه الآن اتصال إنترنت مباشر. كتبت هنا لافا وهاواي وآي، عين يعني، وحمم وهاواي. ظهرت لي هذه أيها الأحبة، انظروا. هذه معروضة على The Guardians. انظروا أيها الأحبة، يعني أنا لن أفتح أي موقع إسلامي، سأفتح موقع علماني، ولكن سأعمل مشاركة هنا. انظروا، على فكرة هذه كلها تظهر لك العين الحمئة هنا أحبتي في الله. انظروا، ملتهبة، هذه المنطقة تقع في أقصى غرب الأرض، هذه عين حمئة، عين حمئة. إذا وقفت من مسافة بعيدة سوف ترى الشمس تغرب وراءها. هذه العين هنا عين حمئة، عين يعني تشبه النبع، ولكن الموجود هنا عبارة عن ماذا؟ عن حمم منصهرة، لافا. تمام أحبتي في الله، انظروا حتى شكلها يشبه شكل العين. يعني سأفتح موقعين أيها الأحبة، موقع The Atlantic وموقع The Guardians. أنا لا أطلب من أحد أن يثق بكلامي، اذهبوا إلى جوجل وابحثوا وستجدوا الحقيقة. هنا لدي هذه من موقع أتلانتيك، لا أدري هل الصورة واضحة إن شاء الله.
سأعرض هذه الصورة أيها الأحبة. هنا موقع أطلنطيك، هذا هو يعرض لنا صورة لهذه مشكلة الإعلانات، مشكلة هنا أيها الأحبة. هذه في أقصى غرب هاواي، أقصى غرب الكرة الأرضية، مغرب الشمس. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، أشار إلى الأعين الحمئة الموجودة في تلك المنطقة. كيف علم النبي بوجود عين حمئة في مغرب الشمس في أقصى نقطة من الغرب؟ يا أخي، هذه الآية دليل على صدق القرآن، هذه الآية دليل على صدق القرآن وليس على يعني أن القرآن فيه دجل أو كذب. طيب، هذا موقع آخر، موقع الجارديان، سأعرضه الآن أيها الأحبة. يعني أنا أحب دائما أن يكون كلامنا موثقا عن طريق العلم النافع. هذا موقع ذا جارديانز، دعوني فقط أقوم بمشاركة الشاشة. نعم، هذا موقع جارديانز هنا أيها الأحبة، انظروا. طبعا هذه عين حمئة، انظروا أحبتي في الله، هذه عين حمئة، انظروا كيف تظهر. سبحان الله، سبحان الله، والله يا أيها، هذه صورة طبيعية على فكرة. أنا هنا موقع، ليس موقع إسلامي أحبتي في الله، انظروا، أنا أول مرة أرى هذه الصورة حقيقة، لأنني أبحث مباشرة عبر الإنترنت. عندما هنا يقول عندما الطبيعة تضع السعادة، وجه السعادة في يعني ابتسامة تتدفق من بركان في هاواي، انظروا أيها الأحبة، انظروا أحبتي في الله، يعني أنا فعلا أول مرة أرى هذه اللقطة، لقطة جميلة جدا. هذه عين حمئة، عين حتى شكلها شكل عين، وهنا كأنه وجه، يعني سبحان الله، سبحان الله. طيب، بالله عليكم، عندما يقول القرآن عن سيدنا ذا القرنين الذي جاب الأرض، ذهب في مناطق كثيرة من الأرض، قال وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. تغرب يعني تختفي، تغيب عن النظر، لا تختفي يعني تختفي من الطبيعة، لا، تغيب عن نظري، أنا كل شيء غرب عني، أي لم أعد أنا أراه. فهو يصف، القرآن دقيق أيها الأحبة، القرآن يصف لنا ما رآه ذو القرنين في ذلك الزمن. ذو القرنين وصف لنا ما يراه ذو القرنين في ذلك الزمن، أنه يرى الشمس تختفي عنه وراء العين الحمئة التي تقع في مغرب الشمس في أقصى الغرب. طيب، أين التناقض مع العلم؟ نحن نرى الآن هذه اللقطة من صحيفة جارديان، وموجودة على الإنترنت، يعني انظروا أيها الأحبة هنا، يعني يمكن أن نرى هذه الومضة حقيقة، يعني مقالة رائعة. انظروا أيها الأحبة. طيب، بالله عليكم، يعني أنا الآن أريد أن أتساءل معكم أحبتي في الله. هذه شكلها يشبه شكل العين، والشمس تغيب أو تغيب عني، وليس تغيب عن الوجود، تغيب عني أنا، معنى تغرب أي تختفي بالنسبة لي، ولكن هي موجودة. يأتي الملحد ليقول لك هذا خطأ علمي، والقرآن يعتقد أن الكاتب، القرآن هكذا يعبرون، كاتب القرآن يعتقد أن الشمس كانت تسقط في
مستنقع أو عين حمئة ثم تخرج في اليوم الثاني. طيب طيب هل قال المفسرون، هل قالوا ذلك؟ أين جئتم بهذا الكلام؟ ويسوق لك حجج واهية ليقنعك أن الله غير موجود وأن القرآن ليس كلام الله سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي في الله، أنا أرى أن الحل هو العلم، وأفضل ما يعيدنا إلى الله هو لغة العلم والإعجاز العلمي. لذلك أحبتي في الله، أنا قلت عن نظرية التطور أنها هنا تعليق هجومي هذا على ما يبدو، يقول: يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، كفى من التهريج، ما علاقة ما تقوله بالعلم؟ لا أدري من يخاطب هذا. نحن الآن عرضنا مخلوق طوله 50 متر، موجود على موقع علمي، اكتشف حديثا غرب أستراليا، وعرضنا صورة من جزر هاواي. الملحد يدخل ويقول لا علاقة لهذا بالعلم. طيب أنا كيف بالله عليكم كيف أحاور؟ لا أدري إذا كان يخاطبني أو يخاطب أحد في التعليقات، يعني أن هذا الشخص المصطفى، لا على ما يبدو أنه يخاطب أحدا، ولكن أنا تأتيني تعليقات أحيانا على بعض الفيديوهات عندما نعرض اكتشاف علمي، يدخل شخص قبل أن يشاهد يقول كفاكم تهريجا، كفاكم كذبا، دجلا، كذا، عبارات مألوفة يعني. طبعا هنا أيها الأحبة، هنا سؤال الأستاذ محمد يقول: لماذا أمتنا يغلبها الجهل؟ والله يا أخي، قل هو من عند أنفسكم، من كان، انظروا أيها الأحبة، الغرب أخذ أسباب الحياة الدنيا، نحن للأسف في هذا العصر لم نأخذ لا أسباب الدنيا ولا أسباب الآخرة للأسف الشديد. أنا سأعرض لكم الآية من سورة هود، كلمة يبخسون مرة واحدة وردت. انظروا أيها الأحبة، كثير من الكلمات في القرآن لم تذكر إلا مرة واحدة. كلمة يبخسون أين وردت؟ يعني أنا كنت أتمنى لو إن شاء الله أن أوفق في ذلك، أن يكون هناك حلقات قصيرة للكلمات التي لم تذكر إلا مرة، ما هي مناسبتها؟ هذه على فكرة تقوي ذاكرة المؤمن وتزيد المعلومات لدينا أن هذه الكلمة خاصة بالكفار وليس بالمؤمنين. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن من طلب أسباب الدنيا وزينتها ماذا؟ نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يعني أنت تريد تخترع الطائرات، تستطيع، تريد أن تخترع الكمبيوترات والتكنولوجيا وشبكات الإنترنت، كله متاح لك، لا يبخسون. ولكن ما مصيرك في الآخرة؟ إن لم تؤمن بالله سيكون مصيرك إلى النار. فهؤلاء أيها الأحبة تمكنوا من أسباب الحياة الدنيا، وبالفعل اخترعوا وتطوروا. الحضارة الإسلامية خلال 4 أو 5 قرون كانت هي أقوى حضارة في العالم، وقدمت مفاتيح الاكتشافات للعالم، الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية الحديثة كلها، الذي وضع أسس هذه الاختراعات علماء مسلمين. وكانت الحضارة لديهم لأنهم أخذوا بأسباب الدنيا وقتها. نحن الآن لمشاكل كثيرة جدا لم نأخذ بأسباب الدنيا، ومشاكل طبعا، وتلك الأيام نداولها بين الناس، أصبحنا في هذا الوضع، يعني في من التخلف والجهل. وهذا الأمر أيها الأحبة،
الإسلام ليس له علاقة به. يعني أيضا هذا أسلوب بعض الملحدين، يقول لك إن الإسلام هو سبب التخلف. لا يا حبيبي، الإسلام كان سببا في نشوء أكبر وأوسع وأعظم وأقوى حضارة في التاريخ، هي الحضارة الإسلامية، بلغت من الصين إلى فرنسا، من حدود الصين إلى حدود فرنسا. هذه البقعة كلها خلال 100 سنة فقط توسعت وقدمت أهم الاكتشافات للعالم كله. عرضنا فيلم يعني أنتجه التلفزيون الألماني القناة الثانية، يقول إن معظم الاكتشافات الحديثة مسروقة من علماء مسلمين، وقدموا أدلة على ذلك، والفيلم موجود على الموقع، يعني يمكن أن تطلعوا على مضمونه. أنا كتبت مقالة عن هذا الموضوع، معظم اكتشافات المسلمين سرقها علماء من الغرب، سرقوها، وأنا يمكن أن أعرض لكم مقالة أنا وضعتها على موقعي، وسأقوم بمشاركتها هنا فقط لندرك ماذا قدم هؤلاء المسلمون. يعني أنتم تنظرون إلى حقبة قليلة، يعني الآن أمريكا كم عمرها؟ يعني 100 سنة مثلا، ليس أكثر. انظروا أيها الأحبة إلى هذا البحث هنا. أنا قدمت مقالة أو بحث علمي، طبعا سأعرضه أمامكم. الغرب يسرق اكتشافات المسلمين. يقول باحث ألماني إن الغرب ببساطة سرق علوم المسلمين ونسبها لنفسه في أكبر عملية سرقة في تاريخ العالم. هذا ليس كلامي أيها الأحبة، أنا أنقل فقط، أنا أنقل هذا كلام باحث تاريخي ألماني. قناة RTL الألمانية عرضت موضوع يتعلق ب بالإسلام والحضارة الإسلامية، يقول إن الغرب سرق هذه العلوم بعد انهزام المسلمين، وطمسوا أسماء المؤلفين ونسبوا هذه العلوم والاكتشافات والاختراعات لأنفسهم. يتابع الباحث بقوله إنها أكبر عملية سرقة في تاريخ العلم. هذا الكلام لباحث ألماني وليس لي أنا أيها الأحبة، على مسؤوليته هو. وهنا بعض الصور التي تعرض هذه. أول تصميم لمضخة تعمل على رفع الماء وجدت قبل 1000 سنة تقريبا من تصميم عالم مسلم. انظروا أيها الأحبة، اقرأوا تاريخكم أحبتي في الله لكي لا تنخدعوا باختراعات الغرب. هذا أول تصميم لمضخة تم على أساسه بناء المضخات الحديثة. وهنا خريطة العالم المعروف قبل 1000 سنة بدقة لا بأس بها من رسم عالم مسلم، دقة لا بأس بها، يحدد هنا طبعا هي معكوسة اليمن وكذا وكذا. وهنا أيها الأحبة، أول من فكر باختراع آلة الطيران عالم مسلم. انظروا فنجان القهوة، فرشاة الأسنان، مستشفيات، دور الحضانة، الجامعات، التعليم الأكاديمي، العمليات الجراحية، الطائرات، الصواريخ. هذا الكلام للباحث الألماني، رجاء انتبهوا. الكمبيوتر، المضخات، المحركات، الشامبو الشامبو، قلم الحبر، الأرقام، آلات التصوير. يا رجل ماذا تقول؟ تقول نحن الذين قدمنا الحضارة لهذا العلم، نحن قدمنا الحضارة، تقول نحن في جهل. هي ظروف فقط. الله قال وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذه مرحلة ضعف للمسلمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني تنتهي قريبا ويعود العالم الإسلامي لما كان عليه من قبل بإذن الله. آلات التصوير، كل شيء تقريبا اعتبارا من الدراجة، وحتى السلم الموسيقي والشطرنج،
الحوالات المصرفية، البنوك، هي اختراعات إسلامية. حتى علم الجبر، علم البصريات، كروية الأرض، الذي وضع أساسها هو العرب. طبعا هذا الأمر كان مفاجئا للغرب عندما ظهر حديثا ضمن معرض في متحف لندن للعلوم بعنوان 1001 اختراع إسلامي، مع 1000 سنة من التاريخ المنسي للمخترعين المسلمين. متحف لندن، متحف لندن أيها الأحبة، اذهبوا وانظروا ماذا فعل قوة الإسلام. وهذا شيء طبيعي، لأن أول كلمة نزلت هي اقرأ، اقرأ العلم. أول آية أيها الأحبة، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وآخر آية، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بدأ الإسلام بالعلم باقرأ، وانتهى بالعدل لا يظلمون. فإذا الإسلام يقوم على العلم والعدل، وهذان العمودان هما أساس أي حضارة ناجحة. فنحن اختل لدينا ميزان العلم وميزان العدل، فسقطت الحضارة. وحتى ترجع هذه الحضارة يجب لهذين العمودين أن يرتفعا، العلم والعدل. طبعا هنا أيها الأحبة، الفيلم من يوتيوب طبعا يمكن أن يعني نستعرضه، ولكن يمكن أن ترجعوا إليه، موجود على موقعي العلوم، علوم الإسلام الدفينة، 3 أو 4 أجزاء، وهذه المراجع. طبعا أحبتي في الله، يعني أنا لا أريد أن أطيل عليكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم. طبعا هناك أسئلة كثيرة أنا لم أستطع الرد عليها لأن الوقت شارف على الساعتين، وأنا كنت أنوي أن تكون الحلقة قصيرة أقل من ساعة، ولكن سبحان الله يعني المحبين كثر، ويعني أسئلة كثيرة، فيعني أتمنى أو أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات. وأنصح كل أخ لديه شك أن يقرأ ويكثر من قراءة أبحاث الإعجاز العلمي، ثم اقرأ لمن تشاء، سوف تجد أين نقاط الضعف لديهم وكيف يزيفون الحقائق. كما أن علماء الغرب سرقوا اكتشافات المسلمين ووضعوها بأسمائهم، الآن الملحدون يسرقون منطق الإسلام. على فكرة العدل والعلم كلها مفاهيم إسلامية، يقول لك الإسلام يقدم التخلف، يقول لك العكس تماما، الإسلام دين الجهل والتخلف والأساطير والكذا والكذا والكذا. لذلك ليس هناك إلا حل واحد، أن تقرأ عن القرآن. أردت أن تزيل الشك من ما، إذا حدث لديك شك بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ أحاديث النبي، اتركني من هؤلاء الذين يظهرون على الإنترنت، واقرأ مباشرة من القرآن ومن السنة المطهرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله.